اس جي. تعالوا ناخد بقى اصدقائي الاعزاء اسام عادل ومحمد ياسين فقره الفان زون ونعرف منهم رايهم الاول في قصه رحيل ميسي عن برشلونه. صباح الفل ياسين. صباح الفل اسام. سعيد بوجودكم معايا. وسام تعالى ابتدي معاك كده بالقصه الابرز في العالم، العناوين الرئيسيه، رحيل ميسي. اولا هل شايف انه زي ما بعض التقارير قالت بانه كان ممكن يبقى في صيغه احسن من دي للتفاهم ما بين الاثنين؟ هل ده فشل اداري من برشلونه؟ هل الامور ما فيش احسن من كده؟ ما حدش يقدر يعمل حاجه زي ما هو قال دلوقتي ان هم حاولوا وانا حاولت؟ شايف القصه دي ازاي الاول؟ رحيله هل كان ممكن يبقى في حاجه تانية بديله لده يعني؟ لا بجديل ما فيش، لان الوضع مش بايديهم، الوضع في ايد طرف ثالث اصلا اللي هو لا ليجا. الاداره الحاليه اتعاملت صح ولا غلط؟ هي حاولت، بس مش حاسس انه تعاملوا صح مع جمهورهم. لان هم بداوا يوصلوا للجمهور برسائل ضمنيه بتتسرب للصحافه او اوفيشال ستيتمنتس انه قاعد ان موضوع ميسي انتهى وخلاص وهيمضي، مع العلم ان هم كانوا عارفين مشكله لا ليجا اللي هم تيبايس حذرهم منها كذا مره. صح. وساعات كان بيحذرهم بلا سبب، بيقول لهم خدوا بالكم مش هينفع سقف المرتبات ده تعدوه، وكان بتبقى باينه في رسائل كتير. وهو تيبايس نفسه طلع في الراديو من فتره اتكلم عليها في ريال مدريد وقت ما كان راموس لسه موجود، اتكلم عليها في برشلونه. فانت عارف المشكلة، ولا شايف انه اقرب حاجه بي اس جي والانضمام لكتيبه نيمار ومبابي والشباب دي كلها؟ معلش هرجع بس لحته ورا قبل الجزئيه دي. اللي بيحصل في لا ليجا بصفه عامه، يعني انا اسف الكلمه، مسخره. مسخره يعني. اكبر دوري في دوري فيه اكبر فرقتين في العالم، برشلونه وريال مدريد، بلا جدال يعني. ما ينفعش ان انت تقارن، يعني انا بشجع مانشستر يونايتد وجمهور مانشستر يقول لك احنا اكبر نادي. لا بس احنا مش اكبر نادي. احنا لو دخلنا في اي منافسه مع ريال مدريد وبرشلونه في اي لعيب 100% او يعني 90% اللعيب هيختارهم هم. صح. عننا. فاللي بيحصل فيهم ده يعني عيب وسنوات من الاداره السيئه واهدار فلوس الناريين دول. وفعلا الجمهور بتاعهم يعني انا شايف ان هو لازم يوصل لمرحله المظاهرات ولازم يبقى فيه تدخل، لان الموضوع مش عادي. الموضوع مش عادي ان انت في برشلونه ان انت تقول معلش احنا هنعرف نسجل اريك جارسيا ومنفس ديباي وسيرجيو اجويرو بس مش هنعرف نسجل ميسي. لا ما تسجلش الثلاثه دول وسجل ميسي. صح. وزي ما قالوا هيفردوا العقد بتاعه على 5 سنين بس هو مرتب سنتين، والكلام ده كله اكيد في طريقه. بيع جريزمان، اعرض لعيبه عندك للبيع، ميسي هو برشلونه. صح. فانا حاسس ان رغبه اداره برشلونه الحقيقيه في ان ميسي يقعد مش حقيقيه، يعني دي مجرد ستانت او حركه ان احنا بنحاول ان احنا نظهر للناس ان احنا حاولنا، بس الوحش الحقيقي هو لا ليجا مش احنا. لكن الرغبه الحقيقيه اللي جوه ان هم مش عايزين عشان يرتاحوا من العائق او من اللود المادي ده. بالظبط كده. أوكي. فالحركه اللي احنا هنعملها ان احنا هنروح للليجا ونقول ان احنا حاولنا نسجله بس ما عرفناش نسجله وهكذا. بالنسبه لبي اس جي، زي اي نادي في الدنيا هيصطب في الميه العكره. شايف ميسي متاح ببلاش، صحابه موجودين، ناس قريبين ليه، دي ماريا ونيمار، هو المكان المنطقي دي. اعتقد ان مان سيتي لو كان يعرف ان حاجه زي دي هتحصل ما كانش تعاقد مع جاك جريليش ب 100 مليون وكان خلاص الموضوع اتمضى في نفس اليوم. كان ممكن يروح بكل ثقله، وباب 100% كذاب يقول لك احنا لا احنا جبنا جاك جريليش ومش عايزين ميسي وكده. طبعا انت من جواك هتموت ونفسك في ميسي. طبعا يعني مين طبعا. طبعا. لا يعني عندي. لكن هل شايف انه يقدروا اولا بوتشيتينو يقدر يدير فرقه فيها كل النجوم دي، راموس وميسي ونيمار ومبابي وفاينالدوم وفيراتي ودي ماريا وايكاردي والناس دي كلها، هل حجم بوتشيتينو مناسب لدول ولا لا؟ وهل التوقعات في محلها ولا لا ان هم يبقوا المرشح الاول لاي بطوله في العالم؟ انا شايف الموضوع ده هيبقى اجابته في امتى بوتشيتينو هيثبت او هيعرف النظام اللي هيلعب بيه، لان احنا الاسامي اللي قلناها دي تسمح لك تلعب 3 4 3. صح. تسمح لك تلعب 4 2 3 1 4 3 3 كل التشكيلات اللي ربنا خلقها. صح. صح. انت هتختار انهي فيهم؟ تلعب مثلا بثلاثه راموس وكيمبيمبي وماركينيوس وكل حاجه في الدنيا طايره؟ ده اوبشن، واعتقد ده الاوبشن اللي اعتقد بعد تجارب كتير هيوصل له. هيوصل له امتى او هو ده الاوبشن اللي هيوصل له ولا لا؟ مفيش اجابه صح وغلط. بس فرقه زي دي بنجوم كتير زي دي بطرق لعب مختلفه، ميسي ونيمار
دورهم شبه بعض، الحريه المطلقه اللي بتنزل نص الملعب وكده. موائمه طريقه اللعب دي كلها مع ان البدايل تعرف تستخدمهم صح، هي دي الاجابه. الدوري الفرنساوي مش مقياس لان هم عاجلا او اجلا هيفضلوا يكسبوا فيه. اتمنى او يعني لو هحط نفسي مكان مشجع بي اس جي، اتمنى ان مجموعتي في الشامبيونز ليج تبقى صعبه. عشان ساعتها هتخلص الاسئله دي بدري. حلو. احنا هنبدا نثبت في تشكيله، هتلعب هتكمل هنكمل كده اهو. في ميزه طبعا ان الدوري الفرنسي مش اقوى حاجه، وميسي مش محتاج انه يلعب 38 ماتش في السيزون. فده اللي هيديهم الادج والحته اللي كانت دايما في اخر كام سنه عند برشلونه، ان ميسي بيوصل للامتار الاخيره بيبقى جاهز، جاهز ما بيبقاش قادر ومش بيصنع الفارق خالص. وحتى احنا في فاكت صغيره ان في اخر كام كلاسيكو من ساعه رونالدو مشي هو ما جابش. ده انا شايفه مش قله مستوى منه، هو كل الكلاسيكوات دي بيخشها ويكون جايب جاز. عنده فتره دلوقتي انه يريح. وتشيتينو القصه يعني هتخف تماما بقى في الكام سنه الجايين لحين ظهور نجمين بحجم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. الحقيقه طبعا هيفقد جزء كبير جدا من بريقه. يعني احلى سنوات الكلاسيكو اللي انت بتشوف ميسي ورونالدو احسن لاعبين ارجوبلي في التاريخ بيلعبوا بعض، في متعه، في تنافس زي فيدرر نادال في التنس، الكلام ده كله بلس زائد ان الاجيال الجديده من المشجعين الكوره واللي بيتفرجوا على الكوره هيبتدوا يتجهوا للانديه الثانيه. يعني انا مثلا ابن اختي اسماعيل بيحب باريس سان جيرمان عشان السن اللي هو طلع فيه. شايف ميسي ونيمار دلوقتي، نيمار ومبابي ولعيبه زي مين دلوقتي، ميسي وقمه السعاده. يعني الثلاث ايام اللي فاتوا الولد يعني مش مصدق نفسه ان هيلعب معايا واتفرج عليه كل يوم وكده. والحقيقه انا شايف انها فرصه مغريه كمان للمستثمرين ان هم يبتدوا يتجهوا للدوري الفرنسي، ان هم يروحوا مثلا لاولمبيك ليون، مارسي، انديه عريقه ليها جمهور كبير كسبانين بطولات قد كده، ونبتدي نشوف حركه. لان لاليجا برشلونه وريال مدريد خلال سنتين ثلاثه هيبتدوا ممكن يجيبوا مبابي، هالاند، لعيبه تاني ويبنوها، بس لمده سنتين ثلاثه انا شايفها ضلمه. بتفق معاك. وسام وياسين بشكركم جدا كالعاده، بستمتع دايما بالكلام معاكم في فقره الفان زون. نطلع على فاصل سريع، وزي ما قالوا هما الاثنين الحقيقه